يا الله يا الله يا الله يا شافي الصدور يا قاضي الأمور يا الله يا الله اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وامنن عليهم بالصحة والعافية يا رب العالمين اللهم صب على مرضى الشفاء صبا صبا واجعل مبتلاهم تقربا إليك وحبا اللهم اشفهم بشفائك وعافهم بعافيتك وداوهم بدوائك يا من أمره بعد الكاف والنون يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم لا تذر فينا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مهموما إلا فرجت همه ولا مكروبا إلا نفست كربته اللهم أهلك السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل سحرهم وكيدهم وعقدهم تدميرا عليهم يا رب العالمين.